أردت أن أسجل في القرآن بعد انفصالي عنه لمدة ليست بطويلة أو قصيرة، فذهبت من أجل تسجيل في مدرسة تدعى مدرسة المعالي إمام مالك، ومن هناك بدأت مشواري. في البداية عندما مررت ظننت أن الله عز وجل لا يحبني لأنه ابتلاني، ولكن مع قراءتي للقرآن الكريم أيقنت أن الله يحبني واختارني من بين عباده من أجل حفظ كتاب الله. لم أتلقى من الصعوبات بقدر ما تلقيت من الانتقادات، حيث وقفت صديقاتي وأهلي ضدي بحجتي أنه لا يوجد الوقت لحفظ القرآن. فوالدي شجعاني وحفزاني على قراءة القرآن الكريم، لذلك لم أهتم لهم.